ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هعمل لكم روتيني داخل الحمام بعمل ايه، ولما باخد الشاور بتاعي ايه اللي بيجرى بالظبط، بظبط شعري ازاي، بظبط جسمي ازاي، والاماكن الغامقه، وكل التفاصيل هتبقى في الفيديو ده. مبدئيا كده عايزاكم بعد ما تخلصوا تعملوا لايك للفيديو، كده خلينا متفقين. يلا بينا نخش على الفيديو. طيب اول حاجه بستخدم ايه لشعري؟ انا دلوقتي كساره بتستخدم ايه لشعرها؟ بستخدم الشامبو ده، الشامبو ده من جو جرين بزيت الجوجوبا. عايزه اقول لكم ان هو انا مستخدمه منه كميه كويسه، بس هي مش باينه في التصوير، بس انا مستخدمه منه كميه مثلا لحد هنا كده، تمام. حلو جدا 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 جدا، بيرطب لي شعري قوي. بيقعد مثلا مترطب حوالي بنفس ترطيبه 3 ايام مثلا، بنفس الترطيب بتاع الشامبو، وبينضف الشعر على فكره جدا، ما بيسيبش اي دهون في الشعر ولا كده، وهو اصلا كده كده طبيعي وناتشرال 100%، لانه كمان السلفات والبارابين والحاجات دي هو خالي منها، ما فيش فيه حاجات من دي. فده كده كان الشامبو. البلسم بتاعه كنت جايبه الشامبو والبلسم بتاعه برضو، ده بلسم برضو بنفس المكونات، ترطيبه حلو قوي. هو انا بحس ان هو شبه الكريم شويه، فانا استخدمته حوالي 3 4 مرات كبلسم، بيرطب الشعر قوي قوي يا بنات، حلو فظيع فظيع في الترطيب بصراحه. ولكن انا الفتره الجايه هحاول ان استخدمه اكنه بلسم، بلسم جاف يعني، احطه على الشعر ومش هغسله، لانه هو كميته قليله قوي، قرب يخلص معايا. وكمان عايزه اجربه في كده يعني، عايزه اشوف له كذا تجربه، اشوف مثلا لو حطيته كبلسم للشعر جاف مش هغسله بعدها يعني، هيعمل معايا هيعمل في شعري ايه، تمام. الموضوع ده عايزاكم تجربوه في اي نوع بلسم يكون عندكم، حتى لو مش للشعر، فانا هقول لكم ازاي كمان تقووا اي بلسم موجود لو مش قوي. لو انتم محتاجين فيديو عن كده قولوا لي. طيب ايه تاني للشعر؟ بعد ما بخلص الاستحمام بتاعي وبطلع، انا طبعا بغسل شعري مره واحده بس في الاسبوع، يعني انا بغسل شعري مره واحده بس في الاسبوع، لو انا بستحمى حتى كل يوم او يوم ويوم، هي مره واحده بس في الاسبوع في الشتاء. بستخدم الليسيون دوت من من ايه، مش فاكره اسمه، مش فاكره اسم المكان، مش عارف، مش فاكره بصراحه الاسم ايه، كمان منصوح بس اكيد انتوا عارفين يعني اسمه. الليسيون دوت حلو قوي للقشره، تمام. بحطه على فروه الراس على طول، لان هو ما ينفعش يتحط على الشعر. لما حطيته على شعري لاحظت ان هو نشف لي شعري، فهو حتى بيقول لك ان مباشره على فروه الراس وجذور الشعر، جذور والفروه ما بتحطش على الشعر، لما تحطيه على شعرك بينشف شعري جامد. عامل ايه معايا في القشره؟ شغال معايا بنسبه 60% ولا حاجه، كويس مش وحش. اوكي طيب بالنسبه للجسم بعمل ايه في جسمي؟ طبعا بسرح شعري بمشط الخشب او بالفرشه السيليكون، تمام. بعمل ايه لجسمي؟ انا بستحمى مثلا كل يوم ويوم، او بفوت يومين وبستحمى يوم في الشتاء. فانا بستخدم ملح الحليب دوت يا بنات، هو كان عندي في جهازي فطلعته، لان انا بقالي كتير على الجواز لسه مش دلوقتي، فخفت ان هو يبوظ فطلعته استخدمته. بستخدمه كسكراب لجسمي الاماكن تحت الابط، منطقه البكيني، في اماكن بتبقى غامقه مثلا مكان البرا او كده، ده بالنسبه لاي حد تاني بيستخدمه في كده. بستخدمه كمان على الركبه، في الكوعين، في الحاجات دي كلها، بيبقى سكراب كده سريع وخفيف للجسم. اول حاجه بخلي جسمي خالص يعني، بحاول ان انا ابلي جسمي بالميه الدافيه لحد ما المسام بتاع الجسم تتفتح، وبعد كده بروح حاطه منه وافضل اعمل سكراب كده بايدي بحركات دائريه، او بعمل سكراب بالليفه اللي هي المغربيه، انا بستخدم الليفه المغربيه دلوقتي، تمام. فبعد ما بخلص بروح شاطفه جسمي، خلاص شطفت جسمي، بغسل بالشاور وخلاص، تمام تمام تمام. بنشف المناطق بتاعتي، منطقه جسمي منطقه منطقه بنشفها كويس بطريقه الطبطبه. بستخدم في المناطق اللي هي تحت الابط او الاندر ارم، بستخدم له اللي هي العود الملكي الاصلي، حلو قوي معايا
يعني انا بصراحة من افضل الحاجات اللي انا ممكن اكون استخدمتها الفترة دي. بصوا دي تاني علبة، شايفين تاني علبة ولسه ما وهتخلص معايا وهكمل وهجيب تاني لانها بصراحة حلوة قوي. طيب برطب جسمي ازاي؟ يا اما بكريم مرطب يا اما بزيت جونسون، تمام؟ يا كريم مرطب يا زيت جونسون. طبعا هو قرب يخلص ان شاء الله، اشتريه في مشتريات شهر 2 باذن الله. فزيت جونسون مش هينفع ينقطع من عندك باي طريقه من الطرق، فلازم يكون زيت جونسون موجود. اوكي طيب المنطقه برطب بفتح ازاي المناطق اللي عندي؟ يعني انا يا ساره عندي منطقه غامقه، يا ساره انا عندي الاندر ارم او المنطقه البيكيني صعبه قوي في الغمقان، طب اعمل ايه؟ اتصرف ازاي؟ اجيب ايه؟ ده كريم هارفي يا بنات بكام؟ ب53 او ب52 جنيه. ده شكله، ده كريم تفتيح مكتوب عليه انه بيحتوي على مواد طبيعيه ذات فعاليه عاليه في التفتيح ومقاومه المؤسسات الخارجيه بتسبب في الاسمرار، تمام؟ اللي هي بتسبب في الاسمرار المناطق دي، عايزه اوريكم كده اهو. وفي اي مكان بقى يا جماعه، وشك جسمك مكان حروق زي ما انتم شايفين كده، بيستخدم في النمش والكلف وبقع الدكنه عن تقدم السن، والبقع الدكنه تيجي عن اثر حب الشباب. انا جربته في حب الشباب وكان تحفه، كان فاضل لي كده كام اثر، كان تحفه والله العظيم بجد. استخدمته مرتين، حطيته قبل ما انام على وشي كله، لا لا اختفوا بجد. والحروق طبعا والاسمرار البشره ناتج عن تعرض للشمس وبعد جلسات الليزر والتقشير الكيميائي والحاجات دي كلها. فهو بصراحه حلو جدا ومعمول منه لسيون المنطقه الحساسه، فانت لو عايزه لسيون للمنطقه الحساسه جيبي منه، تمام؟ انا باذن الله هجيب منه واجربه، وبرده لسه هو مخلصش معايا. انا بستخدمه فين؟ بستخدمه في منطقه الاندر ارم والبكيني والركبتين والكوعين، لان دول اكتر اماكن بتبقى موجود فيها اسمرار شويه، تمام؟ طبعا بسيبه لحد ما جسمي يتشربه كله، بعد كده بلبس هدومي عادي جدا وبشكل طبيعي جدا. بس كده، ده كده كان الروتين بتاعي. بعد ما بخرج طبعا بنشف شعري كويس وبحط الليسيون ده زي ما قلت لكم، وبس بصرح شعري تمام وبسيبه لو انا هغسله. كان انا مثلا دلوقتي النهارده مش معاد غسل شعري، فمش هغسل شعري. لو انتوا عايزين طبعا روتين الشعر، انتوا فعلا عايزين، فان شاء الله هعمل لكم روتين شعري ازاي بهتم بشعري وبستخدم له ايه عشان يطول وينعم. ما تنسوش تعملوا لايك يا بنات لو سمحتوا للفيديو، ولايك وشير لكل اصحابكم، وسبسكرايب او اشترك في القناه بتاعتنا. مع السلامه.